فيديو كده فيديو ها فيديو ليه طيب بس التيك توك تفضحونا ولا ايه ظهرت الفنانة المصرية داليا إبراهيم بشكل مفاجئ وهي مرتدية الحجاب بعد مرور حوالي 3 أشهر على اعتزالها التمثيل، وفاجأت متابعيها على حسابها عبر الفيسبوك بظهورها بصور حديثة وهي تضع الحجاب على رأسها، حيث يبدو بأنها قررت السير على خطى العديد من زميلاتها اللواتي قررن ارتداء الحجاب بعد اعتزالهن على غرار الفنانة حنان ترك والمطربة اللبنانية أمل حجازي وغيرهم. ونشرت الفنانة داليا إبراهيم صورتين لها بعد ارتدائها الحجاب عبر حسابها، وأطلت في اللقطات وهي تجلس في أحد المقاهي، وعلى إثره تفاعل متابعوها بقوة مع صورها متغزلين بجمالها وداعين الله أن يثبتها، وأثنوا على قرارها إلا أنهم تمنوا بأن لا يكون هذا التصرف مؤقتا كعدد من الفنانات اللواتي خلعن الحجاب بعد فترة وعدن إلى الفن من جديد، مثل الفنانة حلا شيحة والمطربة شاهناز وغيرهم أيضا. وكانت الفنانة داليا إبراهيم قد أعلنت اعتزالها في شهر يونيو الماضي للتفرغ لحياتها الأسرية بعد مسيرة امتدت لعشرات الأعمال الدرامية، حيث أعلنت وقتها في منشور لها عبر حسابها وقالت: قررت الاعتزال بعد 40 مسلسل و7 مسرحيات و5 أفلام قصيرة و3 أفلام طويلة وعدد من الدوبلاج، شكرا. وانقسم حينها الجمهور بين مؤيد لقرارها وبين معارض له، خاصة بكونها من الفنانات اللواتي تركن بصمة ملفتة على الساحة الفنية، وذلك لموهبتها وأدائها المتقن في العديد من أشهر الأعمال الفنية في السنوات السابقة. ولم تكشف الفنانة داليا إبراهيم بوضوح الأسباب التي دفعتها لهذا القرار، إلا أن بعض متابعيها خمنوا أن السبب هو تجاهل المخرجين لها، فلم يعد تعرض عليها أعمالا فنية مثل السابق، والدليل أنها أصبحت مقلة في الظهور على الشاشة. الفنانة داليا إبراهيم ممثلة مصرية من مواليد 24 من شهر مارس من عام 1974 في مدينة القاهرة، بدأت التمثيل في سن صغيرة وهي حاصلة على لسانس آداب قسم المسرح، واكتشفها الفنان محمد صبحي عندما انضمت لفرقة بالعرب الفصيح وعملت معهم في هذه المسرحية والتي عرضت في عام 1991، وقدمت معه بعد ذلك مسلسل عائلة ونيس ثم مسرحية ماما أمريكا في عام 1998 ثم تولت أعمالها الفنية. وكان العمل الذي تسبب في شهرتها أكثر هو دورها في فيلم كلمني شكرا، والتي جسدت فيه شخصية فتاة تدعى عبلة، وكان العمل في عام 2010 وظهرت فيه بدور جريء في عدد من المشاهد التي جمعتها بالفنان عمرو عبد الجليل. شكرا لكم على حسن المتابعة، ما تنسوش لايك للفيديو واشترك في القناة، وإلى لقاء مع فيديو آخر وخبر جديد، والسلام عليكم.